كمان إشي بنحب نحكي عنه هون اللي هو الإعفاء. بدي أحكي لكم عن الإعفاء، كيف نقدم لطلبات الإعفاء من الباركود. هيك إحنا بنكون خلصنا طرق إضافة المنتجات. إذا في إشي مش واضح بليز أكتبوا لي بالصندوق المحادثة، بنرجع بنعيده أو بنرجع بنشرح عنه. بتحبوا هلأ كمان حكينا عن طريقة تقديم طلب الموافقات البيع، منتجات الأطفال، منتجات الجمال، العلامات التجارية كلها، بس بنبحث عنها بالكتالوج وبنشوف إذا بدها موافقة من خلال إنه نتأكد إذا مكتوب جنبها تقديم طلب البيع. أوكي، هيك إحنا بنكون حكينا عن معظم المواضيع. ضل عندنا موضوع واحد واللي هو كيف نقدم لطلب الإعفاء. طلب الإعفاء سهل جدا، بدنا نقدمه من خلال إنه نبحث عن الرابط التالي بالصندوق البحث. أنا دائما ببحث عن الجيتن إكزامشن، بكتبها بالإنجليزي، بس أنا بكتب لكم هلأ، بحط لكم الرابط تحت. بس دقيقة، في طريقة أسهل إذا بدكم، خليني أفرجيكم إياها. لما تروحوا على المخزون وإضافة منتج، بس علق شوي خليكم معي دقيقة. أوكي، رح نروح لصفحة إضافة المنتجات، رح ننزل لتحت. تحت شفتوا في عنا إعفاء الـ GTIN تحت، هذا هو الرابط اللي إحنا بندور عليه. نكبس عليها، تحقق من حالتك هنا. سوري، هذا الإعفاء اللي إحنا قدمناه، ما في مشكلة. خلينا نرجع بس ستيب لورا عشان أفرجيكم كيف نلاقي الرابط. بدي أحاول ألاقي لكم أسهل طريقة. ما المقصود بالجي تي اي ان؟ سوري، هيها هون. نكبس على معرفة المزيد. الحين قلنا لهاي صفحة المساعدة، اقرأوا أكثر عنها إذا بتحبوا، ما في مشكلة. رح ننزل لتحت. تحت رح تلاقوا عنا هون كلمة تقدم بطلب إعفاء من رقم الجيتن، هاي هي، بكبس عليها وبروح لصفحة الإعفاء. أوكي، هلأ المطلوب مني هون أحدد فئة المنتج اللي بدي أقدم عليها الإعفاء. إلكترونيات مثلا، بقدر أقدم إعفاء لأي فئة بدي إياها، بس المهم ما يكون عندي علامة تجارية ممنوع إنه نقدم إعفاء عليها. مثلا زي ما قلت لكم سامسونج، آيفون، في علامات تجارية معروف إنه إلها باركود، وأمازون تعرف إنه إلها باركود. فأنتوا إذا كتبتوا العلامة التجارية هون بالحقل رح يقول لك غلط، إنه العلامة إلها رقم باركود وما بصلح لك إنك تقدم عليها إعفاء. فبدك هون بهاي الحالة تشيك رقم الباركود بيكون موجود على المغلف. هلا في حال أنا ما عندي علامة تجارية بقدمها جنريك. أوكي، في حال كان عندي علامة تجارية ومسموح لي إني أقدم عليها إعفاء، بس بكتبها هون وبمشي بالخطوات إني أقدم صورها والتفاصيل بيسألوني عنها. خلينا نأخذ المثال الأسهل والأكثر شيوعاً، واللي هو إذا أنا عندي إلكترونيات وما إلها علامة تجارية من الصين، بكتب كلمة جنريك بالمربع اللي فيه العلامة التجارية زي ما شفتوا، وبعدين بختار تحقق من الأهلية. بمجرد إني اخترته أنا هون بكون حصلت على الإعفاء وما في أي إجراءات تانية مطلوبة مني، بس مطلوب مني أعمل إضافة منتج. بدي أنبهكم على معلومتين. أنا بمجرد أخذت إعفاء على فئة معينة بعلامة تجارية معينة بدي أستخدمهم نفسهم عند الإضافة. يعني أنا أخذت إعفاء هلأ لفئة الإلكترونيات والعلامة التجارية كانت ما عندي واللي هي جنريك. لما أضيف منتجي بدي أختار، أحرص على اختيار فئة الإلكترونيات لأني قدمت إعفاء عليها، ولما أضيف المنتج الخاص فيني أضيف اسم العلامة التجارية هون جنريك، أكتب كلمة جنريك. تمام، هدول معلومتين كتير مهمين. إذا لاحظتوا ببطل متطلب إجباري عندي الباركود، مش محدد بالأحمر. بالمثال المسبق كمان ما كان محدد بالأحمر، لأنه إحنا بالقبل أخذنا إعفاء على الفئة الإلكترونيات فصفت مفتوحة إلي دائماً إني ما أضيف الباركود. بس بالحالة العادية أو بالحالات اللي فيه ما فيها إعفاء أو مو ماخذ أنت موافقة على الإعفاء، رح تكون محددة بالأحمر وما رح يسمح لك تضيف المنتج بدون باركود وتحدد نوع الباركود. هلأ بس المطلوب مني أني أضيف نفس اسم العلامة اللي أخذت عليها إعفاء اللي هي جنريك والفئة نفسها. في حال كان عندك علامة تجارية وبعدت الصور الخاصة فيها وحصلت على إعفاء، بتضيف هون اسم العلامة التجارية. أوكي، بس أقدم عليها وبقدر أضيف منتجاتي بكل سهولة. عوامل البيع الأساسية أو النجاح الرئيسية بأمازون،
دائما احنا بننصحكم تضيفوا كل مجموعتكم من المنتجات، ما تضيفوا منتج واحد وتقولوا لي انا بدي اجرب عندي كتير منتجات بس بدي اجرب منتج واحد. منتج واحد غير كافي انه يعطيك الانطباع الكافي عن الخبره او الخبره الكافيه بالبيع على امازون. بدك تضيف كل منتجاتك لو بكميات بسيطه، وبناء عليها بتحدد ايش المنتج المرغوب اكثر، وبناء عليها بتقرر قد تجيب كميات بالمرات القادمه لما تشحن. ثاني إشي صفحة التفاصيل مهمة، العرض مهم، يعني العرض المثالي اللي شرحنا عنه كتير مهم، مش بس صورة وحكي إحنا عم نحكيه، هو مهم جداً بيساعدك بالبيع على أكتر على أمازون وبناء على دراسات إحنا عم نحكي. صور مهمة، تفاصيل مهمة، كل إشي مهم. كمان مهم جداً نتأكد من المخزون دائماً من توفر المنتجات عشان ما نضطر نلغيها ويأثر على أدائنا وإقفال الحساب. وآخر إشي الشحن من قبل أمازون أكيد مهم جداً، لأنه أمازون هي الأخبر بالشحن وبالتفاصيل الخاصة بالشحن، فدائماً لما تسلم منتجاتك عنا على المستودع تضمن خدمة ممتازة وبالتالي بتتجنب أي مشاكل بالأداء. في عنا كتير ناس بسألني في عندكم حدا مختص يضيف لنا المنتجات؟ نعم، في بأمازون فريق مختص يضيف لكم المنتجات، رح يوصلكم إن شاء الله إيميلات تقدروا تتواصلوا معهم عشان يضيفوا لكم منتجاتكم. في كمان خدمات مدفوعة إذا بتحبوا تتواصلوا مع شركات معينة بتساعدكم بهاي الأمور، وبأي أمور بأمازون بتساعدكم مقابل طبعا تدفعوا لهم من خلال تطبيقات وخدمات. اكتشاف تطبيقات هناك أو الخدمات بإمكانكم تشوفوا كل الشركات اللي بتساعدكم بأي أمور تتعلق بالبيع على أمازون. حال مبيع أغلفة جوالات بدون أرقام ايسم، كيف ممكن نضيفه؟ ما هي مارك؟ كيف ممكن نضيفه؟ ما هي الماركة؟ هلا الأغلفة إذا ما في رقم باركود بدك تتأكد إذا موجود بأمازون، زي ما حكينا إما بتبحث بالاسم بالعلامة، إذا ما في علامة ولا اسم صعب جدا انك تعرف اذا منتجك موجود بامازون، صعب تدور عليه كتير، فبفضل انك تضيفه كمنتج جديد وبجنريك، بهيك حاله بنضاف المنتج. اذا طلع لك خطا بالمنتج معناته بدك تضيف، يعني اذا المنتج موجود بامازون ببيع ساعات الكترونيه بس برودكت اي دي ما في رقم، إذا ما في رقم بنقدم إعفاء، ما في مشكلة، الساعات بسيطة مقبول وبنقدم على الإعفاء زي ما حكينا أخ منير، بتكتب الاسم العلامة إذا ما في علامة جنريك وبنقدم على الإعفاء وبنضيف المنتجات، كتير سهل. كتابة المنتج باللغة الإنجليزية capital or small عادي بدك إياه أخ حسن، ما في مشكلة. لكم منتج جنريك هل طلب الإعفاء تكون أقدر أضيفه؟ المنتج إذا جنريك، إذا ما في عندك علامة تجارية بتقدر تضيف إعفاء قد ما بدك. الأكثر المنتج يعني الواحد لفئة واحدة أنت بتقدم الإعفاء مش للمنتجات، يعني إذا منتجاتك كلياتها تحت فئة الإلكترونيات بتقدم إعفاء مرة واحدة لفئة الإلكترونيات، إذا عندك منتجات مختلفة من إلكترونيات ملابس جمال بتقدم إعفاء لكل فئة لحال بس مش للمنتج، احنا بنقدم على الفئات. ايش فائدة السيرش تيرم؟ السيرش تيرمز هدول اللي بيساعدوك على البحث عن المنتج وانه ظهوره يكون اعلى بصفحات البحث وبجوجل وبهاي الامور، بدها حدا مختص بصراحة اخ حسن عشان يساعدك فيها. السيرش تيرمز بتضيفها عندك بفئة اضافة المنتجات، بتضيفها او بتضيف كيوردز يسموها او كلمات معينة لتساعدك بالبحث. طريقة إضافة صور إضافية على منتج موجود بالموقع، زي ما حكينا أخ أسامة، إضافة صور إضافية لمنتج متوفر صعب، بدك تتواصل مع الدعم وتبعث لهم رقم المنتج وهم بيضيفوا لك إياها أو بيشوفوا لك إذا بتقدر تضيفها. طيب إضافة العلامات أخ أحمد التجارية، اكتب الخطوات عندك، الخطوات هي إنه بدك تروح على قائمة الإعلان وبعدين بدك تروح على A بلس المحتوى، A بلس المحتوى من هناك بتضيف بتسجل علامتك التجارية بأمازون، ولازم يتوفر عندك علامة تجارية مسجلة تحت نفس اسم الشركة. في حال ما توفرت عندك وما عندك علامة تجارية مسجلة بس عندك منتجات عليها علامتك واللوجو الخاص فيك، بهاي الحالة بده يتوفر عندك تغليف معين، بده يكون عندك باكيجينج مرتب للمنتج مغلف عليه اللوجو الخاص فيك وكل شيء طبق المعايير الخاصه بامازون. بهاي الحاله عشان تاخذ موافقه بدك تتواصل مع الدعم زي ما حكينا بنفس الطريقه،
بدك تتواصل معهم تبعت لهم الصور وتحكي لهم انه عندك علامة حاب انك تضيف منتجاتك فيها. كيف احصل على اعلى تقييم بعد ما حصلت على اداء منخفض؟ بهاي بدورة الاداء بس بشكل ملخص سريعا، التقييمات تحسنها من خلال خدمتك للعملاء. كل ما كانت أحسن كل ما كان في عندك تقييمات أحسن، وحاولت أنك تحسن أدائك. بالتالي معك 30 إلى 60 يوم لتحسن أدائك من تاريخ وصول أداء مش منيح أو يعني إشي مش شكوى معينة من العميل أو إلى آخره. معك 60 يوم لتحسن أدائك بعد هاي الشكوى.